بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قبل مدة تحدثنا عن إعصار النار الذي ضرب كاليفورنيا ودمر الكثير، وشاهدنا كيف أن القرآن قد أنبأ عن مثل هذه الأعاصير وأعطانا عبرة من ذكرها. لنأخذ العبرة ونتعظ أيها الأحبة، لأن كل الظواهر الطبيعية لها عبرة، ليس كما يقول الملحدون هي ظواهر طبيعية لا تحدث من دون أي سبب وأي حكمة وأي عبرة. لا، في الإسلام وفي القرآن كل شيء له حكمة، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. اليوم سأتحدث عن إعصار إيان الذي ضرب مؤخرا ويضرب لازال فلوريدا. طيب، هذا الإعصار من الدرجة الرابعة وبلغت سرعة الرياح، تخيل معي 240 كيلومتر. يعني تخيل لو أن السيارة تمر من أمامك فقط بسرعة 240 كيلومتر، إذا اصطدمت بأي شيء سيكون يعني الوضع مدمر جدا. تصور أن شجر نخيل يقتلع من الأرض، يعني شيء مرعب، وبخاصة شواطئ فلوريدا أصبح الماء داخل الولاية في شوارع المدينة. ومن المشاهد الغريبة التي رأيتها قبل قليل، سمك القرش يسبح بين الشوارع. يعني قوة هذه العاصفة أو هذا الإعصار المدمر الحقيقة، يعني أنا تعيدني إلى قصص أهلك الله بها بعض الأقوام الذين سلط الله عليهم هذه الريح، الريح الصرصر العاتية التي تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. دعوني أولا أتأمل يعني هذا الفيديو من هذه الولاية المنكوبة اليوم أيها الأحبة. انظروا معي هنا، هذا أحد الشواطئ، كيف يضرب الهواء بسرعة 240 كيلومتر يضرب المنازل، الأشجار، المياه أصبحت في المنازل، أصبحت في الطرقات. سبحان الله، يعني خسائر أنا أتصور بالمليارات. مليون بيت انقطع عنهم الكهرباء. فلوريدا يعني حقيقة تعيش كارثة حقيقية بسبب هذا الإعصار. أنا بالنسبة لي كمؤمن لا يمكن أن يمر هذا الكلام مرور الكرام، لأن الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن ظواهر شبيهة كانت سببا في إهلاك الطغاة والعصاة، مثل قوم عاد وثمود. الحقيقة أيها الأحبة، يعني أنا دعوني فقط أرى معكم مشهد السمكة القرش التي يعني رأيتها قبل قليل. فقط أحب أن نشاهد هذه الصورة. هنا الذي يسبح في الوسط سمكة قرش في الشارع. سبحان الله، سأعيد، تسبح وسط الشارع أيها الأحبة، انظروا، سبحان الله. يعني قوة الريح رمت بهذا القرش، على الرغم من قوته، على الرغم من وزنه الكبير، رمت به وكأنه سمكة صغيرة. يعني أنا فقط أحببت أن أعطيكم تصور لضخامة هذا الإعصار ولقوته ومدى تأثيره. يذكرنا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام السابقين الذين طغوا كثيرا بمثل هذه ولكن هذا الإعصار يعني من رحمة الله بالعباد أنه لم يدمر كل شيء. يعني الريح التي أرسلها الله على الطغاة والمكذبين في الماضي تدمر كل شيء بأمر ربها. اليوم هذا إنذار بسيط. لماذا أيها الأحبة؟ أنا أحب دائما
أن نأخذ العبرة لأننا سنعود إلى الله. طبعا الملحد لا يقتنع بهذا الكلام. الملحد يقول لك هذه الظاهرة الطبيعية والبشر سيموتون كما يموت أي قرد وانتهى الأمر، لا يوجد حساب ولا عقاب ولا يوجد عذاب أدنى وعذاب أكبر، وكل هذا الكلام لا يعترف به. نحن نتحدث كمؤمنين أيها الأحبة، دعونا من الملحدين. الله عز وجل يقول لكل البشر: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني هذا المشهد أيها الأحبة فيه عذاب، انظروا معي، غرق بعض السيارات ومنازل بأكملها غمرت بالمياه، قتلى، عدد من القتلى، ولكن الإعلام لم يفصح عن شيء حتى لحظة تسجيل هذه الحلقة. الشجر يقتلع من مكانه، الشواطئ خربة، يعني هناك أشياء بالفعل يعني صعبة جدا، حالة خوف ورعب. طيب أنا كمؤمن أخي الحبيب أحب أن أخذ عبرة، لأننا سنعيش زلزال عنيف جدا يوم القيامة. الله تعالى يقول لنا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. يوم القيامة سيكون الناس تراهم تظنهم سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، عذاب شديد أيها الأحبة، هذا ذرة من عذاب الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأي ظاهرة مدمرة اليوم أيها الأحبة، حتى الضيق الاقتصادي، حتى البلاء، حتى الوباء مثل كورونا وغيره، الزلازل، الأعاصير، كلها إنذارات من الله. هكذا ينبغي أن ننظر لها لنعود إلى الله، لنصلح أعمالنا، لأن الأرض يعني أهل الأرض أفسدوا فيها. يجب أن نعود إلى الله أيها الأحبة، أن نتذكر لقاء الله، أن نتذكر أن هناك يوما تخشع فيه الأبصار ويعني تزلزل فيه القلوب، نتذكر يوم لقاء الله عز وجل. فطبعا هذه الأعاصير أخي الحبيب، أعاصير هي تحدث ظاهريا بشكل طبيعي، هي ظاهرة طبيعية، ولكن الله عز وجل هو الذي يحرك كل ذرة في الكون. إياك أن تعتقد أن أي بلاء يصيبك هو أمر طبيعي، لا، هو مبرمج من الله عز وجل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي لكي يبتليكم، خلقكم ليبتليكم. هذه الخلاصة. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، لكي، يعني الهدف من الحياة البلاء، هل تنجح في الاختبار أم تفشل. فيرسل الله سبحانه وتعالى لنا جنوده، مثل فيروس كورونا، الإيدز، جندي أرسله الله على من يرتكب الفواحش، هل يعودون إلى الله؟ للأسف نرى أن الإنسان يغرق في المعاصي، يمعن في ظلم نفسه ولا يتوب إلى الله عز وجل. ولكن أنت أخي كمؤمن، كن من القلة القليلة التي تتذكر الخالق عز وجل وتعود إلى الله باستمرار وترجو لقاء الله. طيب هل نخاف من مثل هذه الظواهر؟ هل نخشى أن تصيبنا مثلا؟ طبعا ينبغي أن نجتهد بالدعاء، أن يكشف الله عنا الضر. يعني انظروا أحبتي في الله في سورة الدخان، عندما قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. طبعا هنا الناس يجتمعون معا ويقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إذن عندما يدعو الإنسان ربه بإخلاص، الله يكشف عنه العذاب.
وعندما ندعو ربنا بإخلاص أن يصرف عنا الشر من قبل وقوعه، الله يستجيب سبحانه وتعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن أخي الحبيب، ينبغي أن تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك الشر، أن يصرف عنك كل يعني شر هو أعلم به، أن يكتب لك الخير، وأن ترضى بقضاء الله. وإذا وقع البلاء تستعيذ بالله من شر الريح وشر ما أرسلت به، وتسأله خير هذه الريح وخير ما أرسلت به. وهذا ينطبق على أي ظاهرة، حتى لو كان زلزال، تستعيذ بالله من شره وشر ما أرسل به، وتسأله خيره وخير ما أرسل به. هذا دائما، هذا منهج نبوي أيها الأحبة. أولا أن نأخذ العبرة، أن نتوب إلى الله، أن نتخيل أننا يوم القيامة سنمر بزلازل وربما رياح وربما يعني حرائق، الشمس ملتهبة فوق رؤوسنا، ونار جهنم أمامنا يوم القيامة. فالمشهد سيكون أصعب بكثير بكثير. ينبغي أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وهو جهنم والعياذ بالله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. منذ هذه اللحظة أخي الحبيب، تب إلى الله وارجع إلى الله، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ووفر على نفسك العناء والبلاء والاختبار، يعني بهدوء بينك وبين الله. قل يا رب أنا تبت إليك، يا رب أنت تعلم ضعف حالي وضعف قوتي، أشكو إليك هذا الوضع، فاصرف عني الشر أينما كان، وأقدر لي الخير حيث كان، وردنا به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.